السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في الدرس ديال اليوم. الوغ كنتو كتار اللي بغيتوني باش نصاوب لكم هاد لونسومبل ديال لي بوشيت ديال العروسه. هاد لونسومبل هذا مكون من ثلاثة ديال لي بيس، من 3 بيس، فيه هاد لا بوشيت الكبيره، وفيه هاد لا تروس، وفيه كذلك هاد الفيد بوش. مع هنايا كاين فيه واحد جوج ديال السريبتات، جوج ديال الفيتات. داكوغ، بما ان هاد لونسومبل فيه ثلاثة ديال لي بياس، دونك ميمكن لياش نديرو في درس واحد، غادي نحاول باش نقسمو على ثلاثة ديال لي توتو. الدرس الأول غادي نحاولو باش نديرو فيه هاد لابوشيت الكبيرة، ومن بعد إن شاء الله نديرو هاد لا تخوس، ومن بعد نديرو هاد الفيد بوش. وكيف ما ديما قلت لكم، انا مستعده لتلبيه الرغبه اللي عندها شي طلب ولا بغاتني نصوب ليها شي حاجه من داكشي اللي شفناه في لي فيديو. انا مستعده، ما عليها غير تكتبوا لي في لي كومونتير، وانايا مستعده باش نلبي الرغبه. فوالا، دونك نستعدوا ونبداو في الدرس الاول اللي هو غادي نصوبوا فيه هاد لا بوشيت الكبيره. الوغ باش نخدمو هاد لابوشيت هادي، غادي يخصني اول حاجة توب. الوغ بالنسبة للتوب، بزاف ديال المشاركات كانوا قالوا ليا باش نبقى نعطي النوع ديال التوب، ونعطي كذلك الاثمنة. الوغ بالنسبة للاثمنة، انا اللي نقدر ندير وهو انني نعطيها بالدرهم. دونك استسمح عند جميع المشاركات الدول العربية. دونك بالنسبة لهاد التوب، هاد التوب كيف كتشوفوا فيه شي نبيشات بحال هكا، هو سي دو ساتان، ولكن كيكون فيه زوقات منو، فيه كيسميوه التجار ديال التوب كيسميوه البلاك اوت. هاد التوب هذا كيدير 60 درهم للمتر، وفيه 82 في العرض. كنخدموه سورتو لي ريدو، كيخدموه لي ناب كثير حيت فيه العرض. وكاين ساتان اللي هو ملس، ما فيش هاد النبيشات هادي، كيدير 50 درهم للمتر، وهو حتى هو فيه 82 في العرض. دونك نقدروا نخدموا بهاد ساتا ولا بهذاك ساتا الاخر. باغ كونط كاين واحد ساتا اخر اللي هو كيتسمى تافتا ساتيني، وهو فيه واحد لابريونس زوينه، هو ما فيش العرض، فيه متر ونص في العرض. هو كيدير ما بين 25 حتى 30 درهم للمتر، على حسب الى لقيتيه كاين، حيت كان موجود واحد الوقت بزاف، دابا ولا كينقطع ما بقاش كيكون موجود. هذاك فيه واحد لابريونس زوينه وفيه لوينات زوينين، دوماج ما بقاش كاين. غير هو ما فيش العرض كيف قلت لكم، فيه العرض غير متر ونص في العرض، وكيليق لينا مزيان لهاد لي بوشيت هادو ديالنا. فوالا، دونك كنلقى فيه سورتو غير البيض، كنخدم بالبيض بزاف، سينو بور لي كولور الاخرين كنضطر باش نلجا لهاد النواعات ديال التوب هادو. دونك فوالا بالنسبه للتوب. كنحتاج كذلك كنحتاج البي خلاص راه معروف باين، كيدير 6 دراهم للمتر. بما انني غادي نخدم واحد التوب اللي هو ساتان بحال هكا، لي بوشيت يخصهم يكونوا فيهم واحد لابريونس، دونك نخدم غير بالبيي ديال اللي كاين موجود في السوق. وكنت غادي نخدم شي حاجه ديال البيبي ولا شي حاجه اللي غادي تحتاج واحد البيي خاص، ديك الوقيته غادي نصوب البيي ديالي انا بالتوب اللي بغيت، بحال الطريقه اللي كنا ديجا شفناها. داكو، وغادي نحتاج كذلك الغيبون، نحتاج لواحد ان غالون ولا عقيق ولا اللي نزين به انا لا بوشيت ديالي. راه هذا العقيق راه موجود الانواع كثيره في السوق، كاينين اشكالات بما انهم كيخدموهم دابا التكاشط وهذا، دونك راهم موجودين دابا، كاين اشكالات بزاف. داكوغ، وكذلك غادي نحتاج المقيبطات ولا لي زيباك، ونحتاج لواحد البيره وخيط، نحتاج الماركور، الماتروبون، وطبيعة الحال المقص، وكذلك نحتاج البريكي باش نفيني لو روبون ديالي. دونك فوالا، الوغ نبداو في الخدمة ديالنا. الوغ بالنسبة للخدمة ديالنا، انا ديجا راني قبضت التوب ديالي، وراني درت له الماتلاساج، ودرت هنايا ما بين التوب والماتلاسي درت واحد الورقه ديال لي بونش.
هاد الوريقه غير باش تعطي له شويه ديال الغلط، وكتجيني لا بوشيت واقفه. داكور، دونك فوالا بالنسبه لهذا. الوغ عندنا لا بوشيت ديالنا احنا والقياس اللي بغينا ناخذو. انا ما غاديش نعطيكم واحد العبار العبار فيكس، نقدر نعطيكم العبار ديال هاد لا بوشيت هادي اللي كنا اللي شفتو ديجا، نقدر نعطيكم العبار ديالها، ولكن حنا غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش نصوبوا العبار ديال. الوغ بالنسبه لهاد لا بوشيت هادي، انا تناخذ دائما هاد القياس هذا. داكور، هاد لا بوشيت هادي العبار ديالها كتوب، كناخذ فيها مترو و10 سنتيمتر في الطول، وفي العرض كناخذ 68 سنتيمتر. هادي كتوب، ومن بعد ملي كندير لها الماتلاساج الوغ كنولي نفصلها نقادها، ضروري خصني نقادها، كتولي لي فيها ديك مترو و4 مترو 6 سنتيمتر، على في العرض ديالها كتولي لي فيها ديك 62 حتى 64. داكور، على حساب المقاد. وهاد الجناب هادو وهاد الجناب هما اللي كيحكموا ليا لا بوشيت. الوغ هاد الجناب هادو كناخذ فيهم من هنا لهنا كناخذ 15 سنتيمتر، ياك، ومن هنا لهنايا كان في الطوله كناخذ 38. الوغ هذا كتوب، وملي كنفصلهم ملي كندير لهم ماتلاساج ونفصلهم كتولي لي من هنا لهنايا 13 سنتيمتر، ومن هنا لهنايا كتولي لي 35 سنتيمتر. داكور، دونك هاد لا بوشيت هادي هي كبيره، هادي كتهز لينا حتى جوج وثلاثه ديال التكاشط اولا التكشيطه والجلابه والفولار وداكشي كله الا بغينا كلشي نديروه في بوشيطه وحده. سينو كنديروا دي بوشيت صغارين شويه اللي يهزوا لينا غير تكشيطه وحده اولا غير جلابه وحده، صافي. دونك داكشي اللي غادي ندير انايا، غادي ناخذ واحد القياس صغير منو يجيني صغير للخدمه باش ندير لا ديمونستراسيون، منو نيت يجي تجي هادي هاد لا بوشيت هادي تجي ثانيه تابعه هادي، هادي الكبيره وهادي اللي متابعاها. داكور، دونك فوالا. الوغ بالنسبه لهذا القياس هذا اللي انا خديت، هذا القياس هنايا ما غاديش نعطيكم واحد العبار مضبوط، حيت حنايا غادي نديرو العبار ديالنا براسنا، حنا غادي نشوفو كيفاش نديروه راسنا، والعبار ديال هذا الشيء هو شكون اللي غادي يحكم لنا، هما هاد الجناب هادو هما اللي يحكموا لينا لا بوشيت، صافي. الوغ بالنسبه لهذا القياس هذا اللي خديت، انا خديت قياس خديت فيه من هنايا في الطول خديت فيه 80 سنتيمتر، هادي مقاد ماتلاسي ومقاد، قديتو رجعت فيه 80 سنتيمتر هنايا، وفي العرض درت فيه 45. داكور، دونك بالنسبه للقياس تاخذي القياس اللي بغيتي، غير هو خصو يكون بروبورسيونيل، يكون متوازن. العرض مثلا الطول ديالو كيكون تقريبا الدوبل ديال العرض، باش يكون باش تجيك لا بوشيت متوازنه، صافي. وبالنسبه لهاد الجناب هادو كيفاش نديرو ناخذوهم، وهما اللي قلت لك هما اللي كيشكلوا لينا هاد لا بوشيت، هما اللي مهمين. دونك هادوك كنجي انايا نطوي هنايا اون جينيرال، هاد لو روفير هذا كندير فيه واحد 20 سنتيمتر، على حسب التكشيطه اللي كانت كبيره نقدر نوصل كاع حتى ل 25 اولا 20، راها مزيانه. الوغ هاد ال 20 هاد سنتيمتر هو اللي غادي يكون عندي لو روفير، هو اللي غادي ملي نطويها ندير ليها بحال هكذا تجيني معتدله. دونك هاد القياس هو جايني مزيان، صافي. دونك اون فوا نطوي نحيد هاد ال 20 سنتيمتر من الطوله ديالي، غادي تولي ليا تبقى ليا غير 60 سنتيمتر، هاد 60 سنتيمتر مطويه على جوج غتعطيني هنايا 30 سنتيمتر، من هنا لهنايا عندي 30 سنتيمتر. الوغ غادي نجي انايا وخصني باش ندير هاد الجناب، خصني نديرهم هنا. الوغ هاد الجناب انايا على حساب هاد لا بوشيت هادي، انا غادي نجي ونهز هنا، نهز بواحد 8 سنتيمتر، انا نقول 8 سنتيمتر كافي، يعني نقدر ندير 10 سنتيمتر، نقدر ندير 6 سنتيمتر انا واللي بغيت، مي 8 سنتيمتر جايني نورمال، جايني متوازنه. دونك بما انني عندي هنا 8 سنتيمتر معناتها غادي ناخذ من هنايا 4 سنتيمتر ومن هنايا 4 سنتيمتر، دونك شحال غادي تولي ليا من هنا لهنا، تولي ليا 26. الوغ داكشي اللي غادي ناخذ في هذا الجنب هذا، غادي ناخذ فيه 26 من هنا،
ومن هنا غادي ناخذ 8 سنتيمتر. داكوغ، دونك هادشي اللي درت وخديت في هاد الجناب هادو. في الاول كنت فصلتهم شويه كبارين ومن بعد قديتهم على حساب بالطريقه اللي كنقادو، ودرت فيهم دابا هنايا من هنا لهنا درت فيها 26، ومن هنا لهنا درت فيهم 8 سنتيمتر صافي. دونك هما اللي غادي نركبو هنايا، وغادي نشوفو كيفاش غادي نركبوه. الو قبل ما نركب هادو يخصني هنايا في هاد 20 سنتيمتر هادي يخصني ندير ليها واحد التقريره بحال هكذا، باش ملي يكون عندي لو غوفير بحال هكذا يكون عندي فيه واحد التقريره. هاد التقريره نقدر انايا نديرها غير صغيره بحال هكذا، تجيني غير صغيره، سينو ناخذها كبيره انا وشنو اللي بغيت. نقدر نخليها كاع بحال هكذا طويله الا بغيت انا هاد المنظر هذا، غير هنايا نجي غير شويه ونقررها غير بشي شويه هكذا. مي انايا غادي نديرها بحال الطريقه ديال هاد لابوشيت هادي. غادي نجي غادي نطويها على جوج هكذا باش تعرفوا بان لابوشيت راها مطويه راها مقاده مزيان. الا طويتيها كتجيك مقاده ما فيها لا عوجيه لا والو، والا طويتيها بحال هكذا عاوتاني من تتكون مقاده وطويتيها بحال هكا كتجيك مقاده هنايا، كتجيك مقاده هكذا لونغ دغوا عندك كاين باش يمكن ليها تجيك لابوشيت زوينه. سينو راه غادي يجيك داكشي عوج وهذا ما غاديش يطلع لك مزيان. الوغ كيف قلنا غادي نجي نطويها انا هكا على الظهر، فوالا نطويها هكا على جوج صافي. ونجي هنايا هنا كنحاول نقرها، راه عندي 20 سنتيمتر ديالي لهنايا ما خصنيش نتعداها، دونك عندي 20 ديالي ها هي هنايا ما نتعداهاش. ونجي هنا ونحاول باش ندير واحد التقويره بحال هكذا غير بوحدي صافي غير هكذا، ولا نجيب شي حاجه اللي عندها واحد هاد لا كوربور هكا ونحطها وندير عليها، ولا انا واللي المهم هادي ماشي شي حاجه اللي صعيبه كلي تقورها غير بوحدي. نقدر نخليها حتى بلا تقويره الا بغينا ما نقوراش، ما نقوراش صافي. دونك ملي درت هكذا بالماركر غادي نجي وغادي نقطع، شي نقطعها انا هنايا صافي. وجاتني هاد لا كوربور هادي بحال هكا صافي. دونك دابا هي التكشيطه ديالي بدات تبان، غادي نجي على ديك 30 سنتيمتر هكذا، وهادي 20 سنتيمتر عندي الا غادي تجيني دايره بحال هكذا، غادي تجيني لا بوشيت هكذا. الوغ شنو اللي بقى ليا؟ بقى ليا نركب الجناب. الوغ الجناب باش نركبهم غادي نجي وندير الظهر على الظهر، مغنديرش الوجه على الوجه بحال لي موالفين كنخيطو نورمال، لا غادي نجي ندير الظهر على الظهر وغادي نحطهم في الوجه بحال هكدا داكوغ. دونك وقبل ما ندير انا هادشي خصني هاد الطرف هذا نديرلو امبيي هنا، وهذا نديرلو حتى هو امبيي هنايا، ندير امبيي وهنا ندير لو بي. وعاد ديك لوكيتا غادي نجي باش نحط الجناب ديالي، انا ندير البي ونرجع. الان بعد ما درت ليهم البي هاد الجنيبات هنايا لهاد الوجه هنايا ولهاد الجناب ياك، دونك نقادهم هنايا حيت ليهم هاد الشيء اللي زايد هنايا صافي. دابا خصني نركب هذا. انا كما قلنا غادي نجي وغادي نركبهم على الوجه، دونك هادي غادي تجيني بحال هكذا، غادي تجيني بحال هكا راكبه صافي. دونك ها هي باش تبان لكم مزيان نجيبها من هنا. دونك هنا هادي غادي نركبها هكذا على الظهر،
وغادي تجيني هذا اللي درت له البي مع هذا اللي درت له البي هنايا. نجي هنا غنجيب اما الفنيتات لي زيبان ولا نجيب هاد المكبطات هادو نقبط بهم هنا هنايا نقبط عاوتاني هنا نقبط هنايا لتحت في الراس داكوغ انا قبضتهم هنايا هكذا. دابا غادي نجي ونجيب نطوي هاد الطرف هذا ونولي نشدو حتى هو نشدو هنا بالمقيبط ولا بلي بانكل ياك ونجي عاوتاني ونطوي هنا. هاد الطريقه هادي راه بحالها راه كنا خدمناها باش خدمنا هذاك الكوفر بواط ديال لي موشوار راه كنا نفس الطريقه درناها. نجي هنا عاوتاني نقبض الفنيته بالفنيته ولا بالمقبض هكذا ونقبض هنايا فوالا حتى لهنايا صافي. دونك هانتي هنا انا شكلت ديجا لا بوشيت انا شكلتها بهاد الطريقه بحال هكذا. دونك نفس العمليه غادي نديرها هنايا ومن هنا لهنا راه بقات لينا ديك 20 سنتيمتر ديالنا. دونك انا باش غادي نجي ندير هادي غادي نديرها نفس العمليه هنايا غير هنايا يخصني نتقن المهم حتى نخدمها ما غادي ندير نفس العمليه هنايا هنا غادي نديرها نفس العمليه حتى لهنا نولي عاوتاني ندورها ونركبها نركبها هنا ونولي عاوتاني نركبها هنايا غير هو يخصني نتحقق بان هاد المسافه اللي عندي هنا بقات لي قدها قد هنا خصني نطوي غادي نطوي بحال هكا وغادي نشوف بان لا كوربور عندي مزيانه وبان نفس المسافه عندي جاتني لا كوربور هي هذيك دونك راني غاديه مزيان صافي. دونك من راني قديت هنا وقديت هنايا بقى لي دابا وهو انني غادي ندخل الماكينه وغادي نلصق هذه هنا نلصقها من هنا ونلصق كذلك الجهه الاخرى صافي انا نلصقه ونرجع. دونك انا خيطت الجنيبات خيطتهم من هنايا هكذا وخيط هادو هكذا. الوغ ملي خيطتهم كنقدر هذه الخويطات الوغ في الخياطه راني خيط على الحرف الوغ في الخياطه هنايا راه خيط على الحرف يلا خليت الرجل ديال الصباط القياس ديال الرجل ديال الصباط وخيط خيطو كله بحال هكذا. الوغ ملي خيطتو ساليت دابا يخصني نشوف العبار ديالي واش هو هذاك. الوغ بالنسبه ليا انا هاد الجهه راه خصها تكون قد هاد الجهه دونك انا غادي نجي نقبض هاد الراس هنا مع هاد الراس هنايا ويخصني نمشي هكذا ونلقى بان راني قد هنا عندي ياك. الا ما كانش عندي قد يخصني نحل ونولي نقادو وهنا نفس الشكل يخص يكون عندي قد هذا عبر واحد واومين طو خص يكون عندي هذا قد هنايا. دونك بالنسبه ليا اربعه بهم يخصهم يكونوا قد صافي عاد تكون عندي التكشيطه مزيان لا بوشيت مزيان صافي. ديك الوقيته ما غادي تجيني لا عوجه لا والو ملي غندير لها بحال هكذا وغادي نجيب هاد لو غابا هكذا غادي يجيني لو غابا المنظر ديالو زوين ما غاديش يجيني عوج بحال هكذا ولا كاين شي ديفو هكا ولا شي حاجه غادي تجيني لا كوربور مقاده مزيان صافي. دونك انا اون فوا ساليت هذا شنو اللي بقى ليا انني هذا الشيء الخياطه اللي درت لها هكذا غادي نديرها انايا بلو بي. دونك غادي نقبط البي وغادي نبدا غادي نجي نحطو هكا على الوجه غادي نحط انا باش البي ديالي يجيني على الوجه. دونك الوجه هكذا معناتها كو غادي نبدا من هنايا
دونك انا غادي نجيب نقبه البي وغادي نبداه من هنا ونبقى غاديه بحال هكذا بحال هكذا كله ندور عليه كله ندور عليه كله بحال هكذا بحال هكذا ونجي ونكملو هنايا فوالا دونك هادشي اللي غادي ندير دابا في الماكينه الو فوالا نتحقق اول حاجه هي ان الخيوط ديالي غادي بجوجهم اللور نجيب البي الو البي غادي نبدا قلنا غادي نبدا من هنا هنا وغادي نمشي الو البي خصو يكون عندي داير بحال هكذا وهنايا خصو يكون مفيني عندي هنا الفوق دونك غادي نحاول نفينيه بحال هكا نجيب هذا نحطو هنا كنفيني ها هي مفيني ونجيب هذه ونولي نردو على هذا الوجه هنايا باش نفيني الطريقه ديجا سبقنا درنا لها ولكن هنايا غادي باش يجيني هذا القنت هذا مفيني صافي دونك هذا انا غادي نحط نحاول نحط في الماء الداخل نحطو في تحت السباط نفيني بحال هكذا ونفيني من هنا هكذا نديرو تحت السباط صافي نحط عليه الابره وندير ان ريتمو هنا في الاول دونك نغرس الابره وندير امارش وعاد ندير جلي على لا بيدا صافي دونك ودابا غادي نبدا نخيط ولكن انا خصني اول حاجه نديرها وهي ندير ان ريتمو هنا في الراس ندير نحاول مع هنا الى جاني غليط نحاول نمشي غير بعيد ياك حيت مطوي وعاد عندي لاوات ولاوات وعندي بزاف ديال لي كوش دونك غادي يجيني شويه قاصح في الاول نحاول باش نمشي بهكذا غير بيديا صافي ونولي عاوتاني غير بلا ما شديتها ونولي نرد هاو ما عنديش المشكل دابا غادي تولي تمشي ليا مزيان غير في الاول تيكون عندي شويه صعيب ولكن من بعد غادي يولي يمشي ليا مزيان صافي ودابا وغادي نمشي ونساير البي ديالي انا في البي ديالي ديال هنايا من تيكون عندي لاوات ويكون عندي لي بونج وهذا تتكون شويه الخدمه ديال البي شويه قاصحه كنحاول باش نسايرها دونك نحاول ندفع هانتي كنحاول باش ندفع هاد البي هكذا نحاول باش يمشي ليا نقاد ونمشي عليه فوالا وما نزير ما نجبدش هذا ما نجبدوش حيت الا جبدتو غادي يجيني داكشي كيجيوني دي فاك بحال هكذا في الخدمه ديالي ما غاديش يجيني مقاد هذا خصني نساير معاه غير نحطو هكذا ندير عليه البي بحال هكذا كنزير عليه البي ياك وكنساير بحال هكا صافي كنخدم فوالا وكنبقى دائما غير فهاد البلاصه خدامه غير فهاد البلاصه فوالا ها باش ما يجينيش هذا وكنبقى غادي شتي باش يجيني هنايا يجيني مقاد ما يجينيش غادي يجيني بحال الاستيك بحال هكا كيش غادي نقول لها ما عرفتش كيش غادي نقول ليها في الحقيقه المهم يجيني مقاد انا ونبقى غاديه نتبعها الغرض ديالي ما نجبدش انا اللي بغيت نقول لكم انني ما نجبدش الخدمه التوب ديالي ما نجبدوش نبقى غاديه غير نطوعها مع غير مسايره هلا نمشي سنجي القنت لهذا القنيت نحاول نغرس الابره ونهز الصباط ونولي عاوتاني ندور نكمل معكم غير باش نوصل للوجه شفتي دونك انا دابا غادي نكمل هذا صافي دونك بديت من الظهر دابا راني وصلت للوجه الو هنايا غادي نحط راني في القنيت الثاني نغرس الابره ونولي نرجع صافي ونولي نكمل
في الاول نكمل. دونك دابا راني رجعت للوجه ديالي داكو، دونك غادي نولي نكمل كله هكذا، نكملو دايره كله حتى نرجع للاخر، ولا فينيسيون الاخرى غادي نديرها بحال اللي بديت في الاول صافي. دونك نكمل كل شيء ونرجعو نشوفو الخدمه الفينال ديالها داكو. هي انا وصلت لهنا للاخر، كنقطع البيي وكنجي وكندير هنا بحال اللي درت في الاول، كنطوي هكا البيي، نخشي هادو لداخل ونحاول باش نفيني هنا، باش نفيني وما خصش يبقى يبان ليا كاع، لا يبقاش يبان ليا البيي تماك، داك الداخله ديال البيي يجيني هنا فين بحال هكذا، ندير انا غيط الو. بعد ما دوزت البي على لا بوشيت كلها ياك صافي، دابا راه تقريبا واجده. شنو اللي بقى ليا؟ بقى ليا ندير هاد لي روبون اللي عندي هنايا، هادو هما اللي كنسد بهم لا بوشيت. الوغ هنايا بما ان هذه البوشيت كبيره انا درت ثلاثه، باغ كونط هذه اللي عندي هنايا غير صغيره غادي نحاول ندير غير جوج. دونك غادي نحاول ندير غير جوج. الوغ هنايا غادي نجي وغادي نجيب هاد لو غابا هكذا، غير هاد لو غابا انايا ما غاديش نجيبو على الحد هنايا، غادي نحاول باش نخلي من هنا لهنا واحد جوج سنتيمتر وعاد نطوي هادي، نطويها بحال هكا، نخلي من هنا جوج سنتيمتر ومن هنايا نفس الشكل، نخلي جوج سنتيمتر وعاد نطويها غير باش تبقى ليا هنايا، تبقى ليا هاد الفجوه كتجيني تبقى لي واحد لا سوبليس هنايا، ما تجينيش داكشي مكروز صافي. دونك غادي ندير بحال هكذا، هاني طويت لو غابه ديالي ونجي كنقبط هنايا في الوسط بواحد لي باك، واحد الفنيته باش ما يبوجيش هاد لو غابه ما يبوجيش. فوالا الوغ شنو بقى ليا؟ غادي نحاول باش نحط هذوك لي روبون ديالي نحطهم هنايا، غادي نحاول نحط واحد هنايا وواحد هنا، غادي ناخذ نفس المسافه اللي عندي هنايا ناخذها هنايا ونحطهم. الوغ انايا قطعت واحد ربعه ديال الطريفات ديال لي روبون، درت فيهم 30 سنتيمتر هكا. الوغ غادي نجي نحرقها من هنايا في من هاد الشنيب بحال هكا ونطويها، بما انها غادي تجيني دايره بحال هكذا الو غادي نجي ونطويها على الوجه هكذا وهكذا. دونك هذا هو الوجه ديال ساتا ديال الغيبون ساتا، هو هذا الوجه انا طويتها على الوجه، ونجي لهاد البلاصه هادي هنايا ونحطها بحال هكذا. الو نجي وندوز لها خياطه هنا على هاد الخياطه ديال البي، نخيطها باش ما تجيش باينه ليا، دونك نخيطها على هاد الخياطه ديال البي. دونك انا غادي ندير لها فنيته حتى من بعد ونخيطها. دونك غادي ندير وحده هنا، ها هي انا شديتها بحال هكذا. الوغ نجي في هذه البلاصه هذه هنا، في هذه البلاصه نفسها نماركيها هنايا بالفنيته هنا لتحت هنايا، ونجيب
طريف اخر حتى هو نحرقها من هنا باش ما تسلش ليا. ودابا حنا غادي ندير العكس، غادي نحطها بحال هكذا. دونك غادي نطوي نطويها دائما على الوجه، ولكن غادي نحطها مقلوبه، غادي تجيني بحال هكا باش يجيني الظهر على الظهر. دونك نجي ونحطها في هذه البلاصه هذه هنايا هنا باش تجيني مقاده معها. خصني نجيبها مقاده معها وندير هنايا واحد لي بان نشدها هنا، وتا هي غادي ندخلها للماكينه وغادي نخيطها صافي. دونك غادي تجيني بحال هكذا، هما يجيو بجوج الظهر مع الظهر بحال هكذا، هما اللي غادي باش ندوي وباش ندير بهم واحد الوريضه هنا. دونك نفس القضيه غادي نديرها في الجهه الاخرى صافي. دونك هاد لي غيبون هادو انا ركبتهم بالماكينه خيطتهم، ها هما هاد العقيق انا هاني ركبته غير بيديا غير ببراوخيت. كون كانت اون دونتيل ولا نقدر ندوزها بالماكينه، مي بانه عقيق ما يدوزش ليا خيطته غير بيديا صافي. ها هو بقى لي هاد الطريف هنا الاخر، هنايا بقى لي واحد الطريف نكملو معاكم. الوغ جيت هنايا حطيت العقيق على الخياطه ديال البي، فوق من الخياطه ديال البي تما فين كنخيط. دونك كنشد هاد الطريف هذا ديال العقيق، هذا السوينته ديال العقيق هنايا، وكندوز فيها الابره. دونك الابره كنديها من هنا وكنحاول ندوزها في وسط من داك العقيق. دونك عاوتاني نديرها هنا ونحاول باش ندير وحده تقريبا وحده باش يتشد ليا كله صافي. هنايا عندي هادي الاخرى، نحاول باش نشدها حتى هي فوالا، زيد نرتقها شويه فوالا. نجي هنايا لداخل ندير واحد العقيطه صافي. انا حنا ساليت لابوشيت كلها، انا ساليت لابوشيت فوالا. كتجيني بقى ليا غير العقيده ديال هادي، كنجي ونعقدهم بحال هكا العقده الاولى، ونجيب وندير نشكل ديك الورده كيف كنا شفنا داك المره، نشكلها بحال هكذا صافي. وهي عطاتني الوريضه هنا عاوتاني نفس الشكل، نعقدها ندير دايما الوجه ديال السلطة هو الفوقاني بحال هكذا، ونشكل الوريضة فوالا. نجبد الوريضة هنايا نخرجها نحطها القياس اللي بغيت صافي. ألوغ بقاو ليا هاد القنيتات هادو، كنحاول باش نقطعهم لو نقص ها هو. ألوغ هادو نقطعهم بحال هكذا على بحال هاد المنظر هذا. هنا عاوتاني نفس الشكل، فوالا دوكا نقطعتهم بحال هكذا. هنا فوالا صافي. وباش ما يتسلوش ليا كنحاول باش نحرقهم، ندوز عليهم غير هكا شوية هكذا وهكذا غير شوية فوالا فوالا صافي. هيا لابوشيت ديالنا واجدة داكوغ، هاهي الشكل ديالها كيفاش دايرة صافي فوالا. دونك نتمنى على الله يكون عجبكم هذا لو تيتو. دونك نتمنى على الله يكون عجبكم لو تيتو فوالا. الى عجبكم ديروا لي لايك داكوغ. دونك بقى لي غير نقول لكم سلامه، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل باش نكملوا هاد لا سيري ديال هاد لي بوشيت داكوغ. يلا سلام عليكم.